السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لفضيلتك أنا مأجر أرض زراعية باخد إيجار سنوي عليها، الفلوس دي عليها زكاة؟ لا، ليس على الإيجار المالي زكاة إلا إذا أنت أخذت هذا المال وانضم إلى مالك وبلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه. تمام، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيكم.